رغم فرحة اليمنيين بحلول شهر رمضان، إلا أن كثيرا من العوامل أسهمت في الحد من أجواء الفرح المرتبطة بهذا الشهر من عادات وتقاليد تتعلق بالصوم ومظاهر الحياة في رمضان. الفرحة هذا العام بأجواء رمضان كانت ناقصة، فأزمة شح الوقود المستمرة منذ أشهر تسببت في ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وارتفاع كلفة المواصلات والحد من تحركات المواطنين وتبادل الزيارات المتبادلة للإفطار كما اعتادوا في كل رمضان. كما تسببت الأزمة بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وانقطاع المياه والخدمات الأساسية المرتبطة بالوقود، وهو ما حد من الاستمتاع بأجواء الصوم ومجالس الفكر والثقافة والأنشطة الاجتماعية والأسرية الرمضانية التي اعتاد عليها اليمنيون كل عام. أزمة الكهرباء وأزمة البترول أدت إلى انقطاع الزيارات والأمسيات الرمضانية. زيارة الأقارب هذه قلت في رمضان يعني بشكل واضح، يعني الناس ما عاد يروحوا عند أهاليهم بسبب البترول، بسبب نقص المادة. إذا أنت شي زور زملائك أو أهلك وأقربائك ما عاد تقدرش، أول شي تهم البترول، تهم مسافة الطريق، الزحمة، ازدحام المحطات الذي لا يتواجد فيها البترول إلا بعد فترة طويلة يعني. كما ساهمت الأوضاع الأمنية المضطربة والاقتتال في بعض مناطق البلاد في زيادة الوضع سوءا. بالرغم من تلك الصعوبات، إلا أن كثيرا من اليمنيين لا زالوا متفائلين ويحاولون تحدي تلك العقبات وممارسة عاداتهم المرتبطة برمضان بشكل طبيعي. من صنعاء، عبد الله غراب، بي بي سي.